إذن مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان هنا على بركة الله وتوفيقه انطلق في هذه اللحظات الشوط السابع عشر وهو المخصص للإبكار المحليات الأصيل لسن اللقاية ومسافتنا هي الخمسة كيلو مترات نبدأ مع البداية ونتابع الصداره والمركز الاول اذا هذه حفله من تفتتح بدايه هذا الشوط لعلي بن خليفه بن علي آه الاختبي هو المتقدم مع حفله على المقدمه والصداره في هذا الحضور سمحه تاتي ثانيا لرامس بن محمد بن ضبيب العامري القادم في ثاني المراكز في هذا الشوط بينما المركز الثالث المركز الثالث الوصول والانطلاق في هذه اللحظات الواصله مع المركز الثالث وصلت الفهد سعيد بن محمد بن خلفان بن بيرون الاكتبي القادم على المركز الثالث وفي المركز الرابع التدخل مع وجود الخواره لمحمد بن سالم بن حماد الاكتبي على المركز الرابع المركز الخامس. هذه مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات الحاضره اديبه لسالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي القادم على مستوى المركز الخامس. سادس المراكز مشاهدينا الكرام. الحاضره على المركز السادس والمنطلقه في هذا الشوط اللي هي بلشه وحمد بن عبيد بزفنه بن حضيرم الكتبي القادم على مستوى المركز السادس وفي سابع المراكز اسرار حمد بن علي بن سويدان الكتبي على المركز السابع وفي ثامن المراكز المركز الثامن هناك مشاهدين الكرام القادمه على ثامن المراكز في هذه الانطلاقه والتحدي الجميل في هذا الشوط وصول وتقدم مع اللي هي اليازيه لسعيد بن محمد بن حب العامري القادم مع الجازي في هذه الانطلاقه المتميزه نعود الى المقدمه نعود الى بدايه الشوط والى المركز الاول في هذا الانطلاق الرائع على البدايه والصدارة في هذه المنافسه الجميله والتحدي الرائع على المركز الاول اذا بدايه الشوط إذن مشاهدينا الكرام ومتابعينا على عسى نعود إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط هناك المنطلق على البداية والصدارة هنا المنضم على المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل في هذا الحضور المميز المسيطر على المقدمة والقيادة حتى هذه اللحظات على المركز الاول مشاهدينا الكرام وبدايه هذا الشوط مع الصداره والمقدمه هنا تتقدم على المركز الاول في هذا التحدي الجميل وبهذا الشوط سمحه على المركز الاول هي المتواجده على المقدمه والقياده حتى هذه اللحظات لرامس بن محمد بن ضبيب العامري يدفع لنا بانطلاقه سمحه على المركز الاول في هذا التحدي المركز الثاني وصلت الان الجازيه القادمه على ثاني المراكز سعيد بن محمد بن حب العامري يتقدم على المركز الثاني وفي ثالث المراكز وصل شعار بن حماد على المركز الثالث يقدم لنا الخوارة محمد بن سالم بن حماد عالك تبي وصل شعاره على مستوى المركز الثالث في هذا القدوم المركز الرابع هذه مشاهدينا الكرام مراسيم محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم مع مراسيم على المركز الرابع هناك بطريقها الى المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس الفهد سعيد بن محمد بن خلفان بن بينونة الاكتبي وصل شعار بن ميرونه على مستوى المركز الخامس وفي سادس المراكز الطياره خالد بن بن سعيد بن محمد عالك تبي على المركز السادس وفي سابع المراكز اقتربت الان من حاف حميد بن علي بن سلطان عالك تبي وفي ثامن المراكز المركز الثامن هناك شعار بن حليص قادم سعيد بن راشد بن حليس بن راشد عالك تبي ليصل مع وجود وانطلاقه هذا الشعار ومع تحديات سرابه في هذا الانطلاق الجميل وبهذه اللحظات المثيره وايضا دمعه قادمه لسالم بن عبد الله بالطير العامري يا سلام يا سلام العوده والنغله الى المركز الاول الى مقدمه الشوط الى البدايه الاولى هناك مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام المقدمه والمركز الاول وبدايه هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء مع وجود سمحه للرامس بن محمد بن طبيب العامري يدفع لنا بسمحه على المقدمة والصدارة ولكن المنافسة المنافسة مستمرة حتى هذه اللحظات مع وجود الأسماء القادمة في هذا التحدي انضمت مراسيم قادمة مراسيم على ثاني المراكز محمد بن سهيل بن عويضان العامري وفي المركز الثالث أتابع من القادمة هذه مشاهدينا الكرام الجازية القادمة على المركز الثالث سعيد محمد بن حب العامري وصل بشعاره على المركز الثالث ولكن البداية الله يا سلام أنطلقت سمحة على المركز الأول بدون أي منافس على الصدارة والبداية هناك في مقدمه هذا الشوط للرامس بن محمد بن ضبيب العامري يقدم لنا سمحه على الصدارة والمركز الأول في هذا الانطلاق المثير على المقدمة وقيادة هذا الشوط المسافة ما بينها وما بين الأسماء المؤخرة في هذا التحدي ولكن خلاص العودة إلى الصدارة إلى سمحة إلى سمحة على المركز الأول والعصاف الأبطال الأمور هادية حتى هذه اللحظات على مقدمة الشوط وفي في المركز الأول سلام إلى الظفرة سلام سلام إلى الظفرة تهانينا والناموس لمالك سمحة للرامس بن محمد بن ضبيب العامري على فوز سمحة بالمركز الأول وبدون أوامر ولا تعليمات تصل إلى خط النهاية المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام مع وجود اللي هي مراسيم محمد بن سهيل بن عويضان العامري المركز الثالث كان الدخول مع اللي يار خالد بن سعيد بن محمد آل اكتبي والرابع من حاف احمد بن علي بن سلطان آل اكتبي تهانينا والناموس لمالك سمحة للرامس بن محمد بن اطبيب العامري والتوقيت الزمني ثمان دقايق ستة وعشرين ثانية هنا وخمسة وثمانين جزء من الثانية هنا التوقيت المتسجل مع سمحة